مرحبا بكم في حلقة جديدة من Voices of Angola. نعرض لكم تقريرا عن رائدتي أعمال يعملن في قطاعات مختلفة ولديهن نقاط مشتركة، فكلاهما تعملن مع أمهاتهن وتمكن من الابتكار والتكيف مع أزمة كوفيد وتطوير أنشطتهن على المستوى الدولي. لنتابع. توجهنا إلى كالا في مقاطعة هوامبو جنوب شرق لواندا، وهي موطن لمزرعة MMM للزهور، وهي شركة عائلية تديرها دولتشي أوليفيرا. هي شركة عائلية أسستها والدتي عام 2008 بهدف بسيط هو إنتاج الزهور، وبدأت العمل في المشروع منذ حوالي 4 سنوات. بينما تقود دولتشي الشركة الآن، توفر والدتها الخبرة والإرشاد وراء الكواليس. فرض الوباء العالمي تحديات كما خلق فرصا جديدة، وأدى انخفاض الواردات إلى زيادة المبيعات المحلية للزهور. ننافس الورود المستوردة من جنوب إفريقيا وهولندا وكينيا، ونظرا لعدم وجود خيارات متاحة لم يكن هنالك سوى الورود المحلية، وعليه بيع كل الإنتاج تقريبا بعد الإغلاق. شجيرات الورد جميلة، رائحتها طيبة أيضاً. الناس يحبونها كثيراً لأن هناك العديد من الأصناف، الأبيض والأحمر والأصفر والوردية الناعمة والقوي. مع ازدهار أعمال الورود، توسعت مزرعة MMM لتنتج الفواكه. هنا ينمو الليمون والبرتقال، والآن تركز المزرعة على الأفوكادو وتوسيع الأعمال وزيادة الصادرات الأجنبية. لا طالما تميزت منطقة الهضاب في أنغولا بأنها منطقة ذات إمكانات إنتاجية عالية للأفوكادو، لأن الظروف المناخية مواتية. لقد تمكنا من تحديد الأصناف المناسبة للتصدير. من المزرعة إلى المطبخ، كامارتا التي يقع مقرها في لواندا هي أيضاً شركة عائلية صغيرة متخصصة في الوجبات الخفيفة والحلويات والتوابل. ذاع صيت الشركة بفضل عجينة الفلفل الحار لتصبح الآن اسماً موثوقاً ومعروفاً في أنغولا. بدأت والدتي في صنع جيندونغو في المنزل، وهي عجينة موجودة في كل منزل تقريباً في أنغولا. طلبت المساعدة للترويج لها وبيعها، فذهبت إلى السوبر ماركت وأخبرني المدير التجاري هناك حرفياً: إذا أحضرت لي هذا وهذا وهذا وذاك، فسوف أخذ جيندينغو الخاص بك. الآن أنا تدير العمل وتشاركها والدتها، وأصبحت كامارتا الأولى من نوعها في إنتاج الأطعمة التقليدية وتعبئتها وتسويقها. لدينا حلوى كيفو فوتيلا، عندما يتذوقها الناس يقولون: أتذكر هذه الحلوى، جدتي كانت تصنعها، أمي كذلك. أعتقد أن كامارتا مهمة لأنها تمثل فخراً عندما تذهب إلى السوبر ماركت وترى علامة تجارية أنغولية وحلوياتها المألوفة إلى جانب حلويات من بلدان أخرى. ليس من السهل إدارة مشروع غذائي صغير أثناء الجائحة. قد يكون الحصول على المكونات بأسعار تنافسية أمراً صعباً، كما لا يمكن التنبؤ بتوجهات العملاء. لقد خفضنا الكثير من التكاليف وتكيفنا مع الوضع. نحن الآن ننتظر. أحياناً يكون الوقوف دون حراك أفضل. سنكون معكم في حلقات أخرى من Voices of Angola على صفحتنا الخاصة بأنغولا على موقعنا euronews.com. شكراً لوجودكم معنا، نراكم قريباً.